العالم، معاناة المرأة اليزيدية، مطالب المرأة اليزيدية، أهداف المرأة اليزيدية، مدى قوة المرأة اليزيدية. الجميع يعلمون أن المرأة اليزيدية هي المرأة التي تعرضت للإبادة، هي التي تعرضت للاغتصاب، هي التي لا حول ولا قوة لها. ولكن بوجودنا هنا في هذا المؤتمر وضحنا للجميع ما مدى قوة المرأة اليزيدية، كيف المرأة اليزيدية أسست حالها، أسست نفسها من الرماد. فطبعا نحن كنساء يزيديات وجودنا والهدف الأساسي من هنا هو إيصال صوت المرأة اليزيدية والمطالبة بحقوق المرأة اليزيدية. بعد الإبادة اللي تعرضت لها المجتمع اليزيدي، نحن كنساء يزيديات ومجتمع اليزيدي بشكل عام ما لنا ثقة بأي حدا، يعني بوقت اللي كنا محتاجين ما حدا دعمنا، وبيوم وبليلة وضحاها تركونا في داعش. لذلك بعد الإبادة نظمنا نفسنا، هناك منظومات دفاعية تدافع عن سنجار، هي قوات حماية سنجار يبشة، قوات حماية المرأة اليزيدية يجشة، أيضا هناك الإدارة الذاتية. أصعب الأيام كانت موجودة بخدمة الشعب اليزيدي. فنحن من مطالبنا الأساسية هي تشكيل إدارة، الاعتراف في موجودة إدارة ذاتية، الاعتراف بالإدارة الذاتية لليزيديين كإدارة محلية، وتقديم الدعم اللازم لهم، وتقديم الدعم القانوني لليزيديين، لأن لا يوجد دعم لا قانوني لا سياسي لا دستوري لليزيديين. أثناء الإبادة تعرض أكثر من 3000 امرأة يزيدية للاختطاف، منهم الأغلبية تعرضوا لحالات الاغتصاب، منهم ما تم تحريرهم من قبل قوات سورية ديمقراطية، من قبل يبهجة، من قبل يبهجة، من قبل يبشة، من قبل قسدة. وهناك العديد من النساء اليزيديات مصيرهم ما زال مجهول، أكثر من 1000 امرأة يزيدية مصيرها ما زال مجهولا في وتوزعت في جميع أنحاء العالم. فلذلك كان مطالبنا الأساسية من هذا المؤتمر هو الضغط على الدول التي كانت الأشخاص الموجودين المواطنين الذين ذهبوا إلى سوريا والعراق من أجل الجهاد واغتصبوا النساء اليزيديات وعادوا إلى بلادهم وهم أحرار بدون أي محاسبة. فكان المطالب الأساسية تشكيل محكمة جنائية لمحاسبة هؤلاء الأشخاص. والمجتمع اليزيدي لديهم مكانة خاصة، حتى يسمونهم بالقديسات. فلذلك لا وجود مشكلة لدى اليزيديين بعودة المختطفات إلى ديارهم إلى أهاليهم. المشكلة أين داعش يقومون بتخويف النساء اليزيديات بالقول إذا ذهبتم إلى أهلكم سوف يقتلوك. لذلك أغلبية النساء اليزيديات يخشون من العودة لكي يخافون من الموت. وفي الحقيقة لا يوجد هكذا شيء، النساء اليزيديات المختطفات لدى داعش عند عودتهم يعيشون كأي امرأة يزيدية.